يعني هو رئيس الحكومة الحالي سيد الكاظم وموجب توافق بين أكبر كتلتين سياسيتين. يعني الآن المطالبة والحديث عن أنه يراد استبدال رئيس الحكومة، أنا أقول لك لن يستبدل أحد رئيس الحكومة، لأن أحسن من هيش رئيس حكومة ما يلقون، يتحمل مسؤولية كل شيء ويشيل الدعوة بالنهاية وخلص. بس هل هناك جدية في تعديل المسار واستبدال الحكومة؟ أول شيء راح يقول لك الوضع حرج وما باقي سوى أشهر قليلة على الانتخابات ولسنا في يعني معرض التغيير بهذا الزمن. القصة الأساسية أستاذ حسام القصة قصة منظومة، منظومة بنيت خطأ. أنا أجيب ضابط أو دمج لأنه عنده خدمة جهادية وأسوي مدير دفاع مدني، والدفاع المدني قضية تخصصية، قضية إرادة لها واحد عقله فيزيائي علمي يعرف يعني شنو نار شنو حريق شنو إطفاء شنو إخماد. المنظومة خطأ، بنيت على خطأ، وهاي الترقيعات شيل محافظ جيب محافظ ما تسوي حلول. يحتاج إعادة تضبيط المشهد العراقي بالكامل. ممتاز، احنا اليوم مو حلول ترقيعية. ممتاز، احنا هنا لما نلقينا المشكلة وشخصناها، من المسؤول عن التغيير؟ من المسؤول عن الإصلاح؟ من المسؤول عن إعادة إنتاج المنظومة من جديد سيد جبار؟ المسؤولية مسؤولية مشتركة للجميع. أنا لا أبرئ لا كتل سياسية مشتركة وشكلت حكومات من 2006 إلى اليوم، ولا أبرئ النخب اللي هاي مسؤوليتها الإنسانية والعلمية والوطنية أيضا، ولا أبرئ الشارع. أقول إذا لم يتكاتف الجميع من أجل إعادة تضبيط المشهد إحنا ذاهبين إلى الجحيم، ذاهبين إلى القتال، الاقتتال الداخلي أو إلى التقسيم. هاي الحلول الترقيعية بعد كم يوم تجي قوة ناشئة. شنو قوة ناشئة؟ إحنا عندنا نواب فازوا ما سمحوا لهم يدخلون المجلس النواب. شنو قوة ناشئة؟ أنت كل عقلك تحكي قوة ناشئة؟ يعني إذا تشرين فازت ب 15 نائب ب 50 نائب شو تقدر تسوي المسكينة هاي هي أو غيرها؟ أكو هيمنة حقيقية على المشهد وعلى السلاح وعلى الاقتصاد وعلى الإعلام وعلى كل شيء. يا قوة ناشئة سولفون بيها، إحنا نظل نقشمر بالعالم؟ زين،